خير عليكم حبايبي، يومكم سعيد وحلو. تعالوا مع بعضنا نديروا حلقة الكورنفليكس بطريقة سريعة وسهلة. أنا عندنا كورنفليكس وعندنا شوكولاتة اللي هي دريم الخام، صيحتها وضفت عليها كورنفليكس. كنت أبوه مثلا ناعم شوية أطحنوه، يعني شوية في المطحنة، مش واجد خلوه بودرة، لا ضربة بسيطة في ضربتين. المهم هنا قلبتها كويس، وبعدين هنا الطاجين أنا حوريكم كيف درتها بطريقتين. أول طريقة نضيف يعني تقريبا كشي كبير أو كشيكين صغيرات في الطاجين على طول، يعني نحاولوا أن نخليه مرتفع شوية أو دائرة، يعني كيف ما تحبوا السمكة مثلا رقيقة غليظة. طبعا التزيين من فوق اختياري، انا حطيت فستق. والطريقة الثانية اللي هي اوراق الكب كيك الصغيرات او حتى الكبار عادي. المهم هنا ضفت شوية وحطيت من فوق، ضفت اللي هو الفستق، لو تبوا لوز جوز عند فورميسيل الالوان عادي. بعدين هنا صيحت الشوكولاتة الخام البيضة وضفت حتى هي عليها شوية من كورنفليكس، وقلبتها كويس وضفت في الاوراق الكب كيك وشوية في الطاجين. طبعا بخليه في الفريز قيس 10 دقايق مش اكتر. بجد يهبل كان جاكم مثلا نضيف فجأة او هكي مع فنجان قهوة فنجان نسكافيه، اهم حاجة انكم شني تركزوا في الكورنفليكس، ما تركزوش في الورد الاسود اللي في ايديا قريب جت فيه البطانية. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم. استنى في تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الاحوى الحولة ولايكاتكم الاحلى، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بحتو هنا بعد ما خليتها في الفريز وطلعتها جايها بصراحة مقرمش، انا نحبه يقعد مقرمش. كان تبوه مثلا كيف ما قلت لكم مش مقرمش واجد، اطحنوه شوية في المطحنة مع فنجانين قهوة، فنجان جاب وجه وفنجان عنينية الشخص الآخر اللي بيشرب معايا بدون وجه. نشوفكم إن شاء الله مرة أخرى.